بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في كورس Principles of Nano Electronics، وبنستكمل مع بعض الاي سي فابريكيشن. بس هندخل في المحاضره دي في دي فيو او نظره متعمقه على مراحل تصنيع الانتجريتد سيركتس. زي ما اتفقنا احنا على مدى محاضرتين خدنا الاي سي فابريكيشن في لايت فيو ودي فيو. ان شاء الله برضو هيبقى في محاضرتين قدام تحديدا على النانو فابريكيشن بقى، اللي هو الفابريكيشن بتاع النانو ديفايس او النانو ماتيريالز. هيبقى ايه المقارنه بينهم وبين الاي سي فابريكيشن؟ هم مشابهين جدا لبعض، بس بعض التكنيكس المستخدمه في عمليات الدوبينج واللايثوجرافي والماسكينج والحاجات دي هتبقى مختلفه شويه. المصطلحات اللي انا قلتها دلوقتي هنتعرض ليها كلها في محاضره النهارده، وهي دي اللي هتبقى هنبني عليها ان شاء الله فيما بعد المحاضرات اللي هتيجي خاصه بالنانو فابريكيشن. يمكن مش المحاضره الجايه على طول، المحاضره الجايه هتبقى رحله كده او تريب لعالم النانو، من الهيستوري او زي ما نقول الليتريتشر ريفيو بتاعته او الباك جراوند بتاع النانو عامه من ساعه نشاته لحد ما التكنولوجي تقدمت. وبعد كده المحاضره اللي هي هتيجي بعد كده او المحاضرتين اللي هيجوا بعدها هيبقوا خاصين بالنانو فابريكيشن. هنبدأ النهارده نتكلم على الاي سي فابريكيشن بس ان ديب فيو، من اول السيليكون لحد ما نوصل لديفايس في ايدينا زي مثلا البروسيسور. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في المحاضره الثانيه من الانالوج انتجريتد سيركت ديزاين. وفي المحاضره دي بنكمل النظره العميقه او الديب فيو لل Integrated Circuit Manufacturing أو Fabrication of Chips بـ Details بقى أو in Details حسب ما بيتم في المصانع وبنشوفه على الطبيعة. أولا بنبدأ دايما سؤال، هو المادة الخام هي إيه؟ قلنا المادة الخام اللي إحنا هنشتغل عليها هي السيليكون في التصنيع. طيب هيطرح سؤال، ليه السيليكون؟ ليه تحديدا السيليكون هي المادة الخام؟ طيب انا عندي جرمانيوم، عندي جاليوم ارسنايد، عندي مواد سيمي كوندكتورز كتيره ممكن ان احنا نعتبرها مناسبه للتصنيع، فاشمعنى السيليكون تحديدا؟ الاجابه ببساطه هي ان السيليكون فيه شويه مميزات مش متاحه في الجرمانيوم والجاليوم ارسنايد. يعني مثلا لما نروح نشوف ايه هي اكبر ميزه في السيليكون، هنلاقي ان اكبر ميزة عندي هي ان هو بيتكون من الرمل، اللي هو متاح عند اي حد بسهولة، هنلاقيه في اي مكان. اذا المادة الخام سهل العثور عليها، مش محتاج ان انا يعني ايه اشتريها مخصوص، وبالتالي دي ميزة مش متاحة في الجرمانيوم والجاليوم أرسنايد، وخاصة إن الجاليوم أرسنايد مركب، ما هواش مادة خام، هو مركب بيتكون من مركبين مع بعض يبتدي يتجمع عشان يطلع الجاليوم أرسنايد في الصورة بتاعته. وبالتالي أقدر إن أنا أستغل الرمل ده في ان انا اكون طبقة الاكسيد اللي هو اكسيد السيليكون الـ SiO2، على اساس ان انا اقدر بعد كده اطلع منها الويفرز اللي انا هشوفها بعد كده. اما الجاليوم ارسنايد ده كريستال ليه ديفكتس كتيرة، كمان هو البرفورمانس بتاعته ليميت شوية، يعني ما هواش كفاءته زي كفاءة السيليكون في الكونكتيفيتي عامة. كمان هو كومباوند زي ما قلنا، يعني هو عبارة عن مركب، ما هواش حاجة سنجل رو ماتيريال سهل ان انا اشتغل بيها. الحقيقة ان السيليكون والجرمانيوم الاتنين محتاجين بروسيسنج ستيبس عشان خاطر يتأهلوا، لان مش هينفع اخد الرمل واشتغل بيه على طول اعتبره سيليكون، لا. بس تعالى شوف بقى، في النهاية هنلاقي ان اكتر فايدة بحصل عليها هتكون من السيليكون. يعني انا لو شغال على سيليكون وعلى جرمانيوم في نفس عملية البروسيسنج مانيفاكتشرنج، هلاقي ان افضل بيوريتي للسيليكون هحصل عليها،
افضل انتاج هحصل عليه هيكون من السيليكون مش من الجرماني. ده بالنسبه لي، على الرغم طبعا ان الفولتج دروب اللي بيحتاجه مثلا الجرمانيوم عشان يوبريت في كدايود مثلا اقل من السيليكون، لكن القصه مش قصه الباور كونسامشن بس، قصه حاجات كتير كده في التصنيع هيوفرها لي السيليكون بسهوله عن الجرماني. ده بالنسبه لي انا بفضل السيليكون عن الجرماني. البيوريتي اوف سيليكون زي ما قلنا، ان لما نيجي نبدا من السيليكون عشان نطلع انتجريتد سيركت، مفترض ان انا عايز اكون كريستال في شكل حاجة كده شبه اسطوانة عشان اقدر اقطعها شرايح شيبس كده زي شرايح الشيبسي او الاسطوانات سي دي، تكون براق معين. الديامتر بتاع الويفر ده بيكون من 10 لـ20 سنتي مثلا as a maximum. اقصى حاجه ممكن تكون بنشوفها 30 سنتي تقريبا قطر الويفر. الديامتر طبعا مش هو اللي صغير، الصغير هو الثيكنس بتاع الويفر نفسه، هو ممكن يوصل لحاجات قليله جدا، واحيانا ممكن توصل ل اقل من 1 سنتي يعني، ممكن بيبقى بالمايكرو كمان. طيب يبقى في النهايه انا قلت ان السيليكون موجود في الطبيعة بشكل كبير جدا، وغالبا بنلاقيه بشكل اكسيد، يعني بيبقى السيليكون ما هوش سيليكون بيور في الرمل، بيبقى اكسيد سيليكون، فانا بحتاج افصل الاكسجين عن البيور سيليكون عشان اطلعه. موجود برضو في حاجة تانية غير الرمل، يعني السيليكون مش بس في الرمل. الرمل ده طبعا عشان ايه بنقول قد ايه ميزة السيليكون ان هي متاحة للناس. موجود كمان في مادة زي الكوارتز. طبعا في النهاية عشان أبدأ أشتغل في أول مرحلة تصنيع لازم السيليكون ده يحقق لي 3 شروط. الشرط الأول هو إنه يكون كريستالين فورم، شكل كريستالة باكج كده على بعض، قلنا هنعمله في النهاية بشكل حاجة أسطوانية اللي هو بيقول عليه الإنجوت. تاني حاجة لازم يكون السيليكون ده بيور 99%، ما يبقاش سيمي بيور او في امبيورتيز. تالت حاجه لازم يكون فري اوف ديفيكتس، ما يكونش في اي تشوهات في السطح بتاع الويفرز اللي هشتغل بيها. طيب يبقى احنا من الرمل هنقدر نوصل لشكل السيركت اللي قدامكم دي، او السيركت اللي قدامكم دي اللي هي الويفر بتاعي هيكون بهذا الشكل. خلاص ده طبعا سينا بحيث ان احنا نقدر نطلع الرمل من جبال سيناء بتاعتي. طيب يبقى مفترض ان انا عندي سند رمل، الرمل ده ابتدي اعمل له عملية هنشوفها من تحت لفوق. الرمل ده بيبتدي يحصل له تجميع في شكل حبيبات بعد ما انقيه يعني من الشوائب التانية، ببتدي اضيف عليه كلوريد الهيدروجين HCl علشان يتحول لشكل تاني. بعد كده بيحصل له حاجة زي التحليل، عملية التحلل بتاع السيليكون من الأكسجين اللي عليه. فطبعا عشان أوصل للشكل ده هو حاليا في شكل سوليد، بعد كلوريد الهيدروجين بدأ يبقى شكل ليكويد، بعد كده ببتدي افصل الاكسجين عني وببتدي احط كده مادة زي ال H2 تاني عشان يبدأ ياخد شكل السوليد مرة تانية ويتحول لوان كريستال فور. فأبدأ احط كميات على بعض بحيث ان هو ياخد الشكل اللي هو عامل زي قلم الرصاص او الانجوت او الصاروخ او ايا كان هو الشكل الاسطواني. وبعد ما يوصل للشكل ده ابتدي اقطعه كشكل سلايس اللي هو الشكل ده، وابتدي اشيل الديفكتس بتاعتي واخليها بيور خالص واشتغل بيها كسلايس عشان ابدا بقى
من الويفر دي ابتدي اعمل المراحل اللي بعد كده، اللي هي مرحلة زرع الدايودز والكومبوننتس على الويفر، وبعد كده الكونكشنز، وبعد كده اشيل الاجزاء الزيادة بتاعت النحاس، واسيب الـ او الـ يعني اللي هي التوصيلات، وابتدي اسيب في الاخر الشيب internally connected، وبعد كده اعمل تيستينج، وبعد التيستينج ابتدي اقفل الباكج بتاعتي وابتدي اطلع البرودكت. فلو جينا اتفرجنا كده ازاي بيتحول السيليكون من الرمل، زي ما قلنا معامل انتل اسمها فاب 32، ده المعمل الشهير بتاع انتل. بيقول ان المصنع ده كلف 3 بليون دولار عشان كل مهمته تحويل السيليكون او الحصول على السيليكون من الرمل. طبعا البروسيس اللي بتتم مع الموضوع ده ممكن نقول ان هي كيميائية كلها، عملية كيميائية بحتة، انك انت بتضيف مواد زي HCl، وبعد كده مواد زي H2، بعد كده نبتدي عملية تسييح، بعد كده عملية تجميد تاني عشان نوصل لشكل الايه الانجوت اللي ابتدي اقطعه بعد كده. طبعا انت الفاب 32 ده ما شاء الله يعني بينتج ملايين الشيبس الخاصة بالبروسيسورز بتاعت المذر بورد، بروسيسور انتل. فيعني عايزين نقول ان هو مثلا هو تكلفته كانت 3 بليون دولار، يعني 3000 مليون تقريبا، بس احنا يعني 3000 مليار، بس خلينا نتكلم على ان هو بينتج قد ايه مثلا سنويا. بينتج تقريبا 45 مليون بروسيسور سنويا. بروسيسور لو على مستوى مثلا مصر بنشوف تكلفة شراء بروسيسور قد ايه، اقل حاجة ممكن مش اقل من 600 جنيه، ده اللي هو اضعف بروسيسور مثلا سيليرون دلوقتي حاليا. فانت بتتكلم ان هو يعني بيجيب في السنة الواحدة مثلا ال 45 50 مليار، اللي هو مثلا صرف عليهم 3000. يعني احنا بنتكلم في ظرف 5 6 سنين ممكن يغطي التكلفة بتاعته ويبدأ يحقق مكاسب. طبعا هو اوريدي عمل كده فعلا. طبعا عايزين نقول ان عملية الفابريكيشن هي عملية كبيرة جدا، قد تجتاز 300 مرحلة، ما هيش مرحلة ولا اتنين. احنا هنحاول ان احنا نختصرها في اهم 10 مراحل او اهم 10 ستيجز اللي هو نقدر نتكلم عليهم. اما المراحل الفنيه الداخليه دي داخل المصانع احنا ما نقدرش نتكلم عنها، خاصه وان مش كل المراحل دي معلنه لانها تتعلق بشركات تجاريه. طيب زي ما اتفقنا ان السيليكون اول حاجه اللي هو السيليكا هي الماده الخام اللي هي في الرمل، ودي تبقى عباره عن مش سيليكون نقي وانما سيليكون دايوكسيد او اكسيد سيليكون. طبعا اول حاجه بيبقى في عملية التشغيل هو ازاي افصل الاكسيد ده عن السيليكون، يعني ازاي اعمل اكستراكت للسيليكون من السيليكون، دي اهم حاجة. طبعا الكلام ده بيتم عن طريق عملية الهيتينج اللي هو التسخين، واعمل ميكشر خليط من السيليكا والكربون او الكلوريد الهيدروجين، يا ده يا ده، في افران. يبقى انت هنا بدأت تحتاج افران خاصة توصل درجة حرارة فيها 2000 درجة عشان تبدأ تعمل سيليكون معين. سيليكون ده بنقول عليه ميتال لوريجيكال، اللي هو يعني سيليكون شبه نقي، بيبقى نسبته تقريبا 97% نسبة السيليكون في المادة اللي بتطلع بعد كده. دي شكل المادة، انا بحط السيليكون دايوكسيد اللي هو طالع من السيليكا مع ذرات كربون عند درجة حرارة 2000، فيبتدي يفصل الأكسيد الكربون عن السيليكون نفسه. تطلع نسبة 97، بس انت محتاج انك انت توصل ل 99.9%. فبالتالي بنبدأ نحول السيليكون عن طريق الكلوريد الهيدروجين زي ما قلنا، فيبتدي يطلع SiHCl3 اللي هو غاز، بعد كده يطلع H2 اللي هو غاز، وبعد كده يطلع حرارة. ابتدي انا استقبل SiHCl3 دي، ابتدي افعله مع هيدروجين تاني، فيقوم
التفاعل ده مفكك لي HCL لوحده ومفكك لي SI لوحده. يعني انا هعمل مرحلتين كيميائية هنا، بعد مرحلة الفصل الاكسجين ما عرفتش اوصل لبيور سيليكون، فخدت السيليكون اللي هو نسبته 97% ده، رحت حط عليه غاز اللي هو ال HCl، فقام مطلع لي غاز تاني اسمه SiHCl وال H2 اللي هو غاز الهيدروجين العادي وحرارة. اجي بقى اخد ال SiHCl دي واقوم مدخله على هيدروجين، مفعله انا على هيدروجين معايا طبعا بذرات معينة، فيقوم فاصل ال Si مع ال HCl. هنا بقى في عملية الفصل بكتشف ان ال Si اللي طلع ده هو مش زي ال Si اللي كان داخل، ده نسبة البيوريتي بتاعته توصل 99.9%. هل كده انا حليت مشكلة السيليكون تماما؟ لا طبعا ما حليتش مشكلة السيليكون تماما، ستيل لسه عندي مشاكل، وهي ان صحيح انا عملت بيور سيليكون، بس انا لسه الكريستالين بتاعتي في شكل بولي كريستالين، ما هواش سنجل كريستال، وانا عايزها تبقى سنجل كريستال عشان اقدر اشتغل كاتومز واقطع واحول لمواد اتعامل معاها كتشيب، مش هعرف اتعامل معاها بولي كريستالين. فيجي بقى دور السيزو شارلسكي. السيزو شارلسكي هي البروسيس المسؤولة عن تحويل الكتلة بتاعت السيليكون دي، هي بتبقى عبارة عن حاجة تشبه زلط كده، كسر يعني، فيحولها لشكل الانجوت او اللي هو القلم الرصاص، حاجة تشبه القلم الرصاص الاسطواني كده ضخم شوية بالافيشنسي عالية. طبعا عملية تسييح للكسر ده، يتسيحوا مع بعض ويطلعوا بشكل قالب، وبعد كده ابتدي بقى اقطع الفورمولا تتكون دي في شكل سلايس. يبقى انا بعد ما حسنت اداء السيليكون ستيل عندي مشكله ان هي بولي كريستالين سنجل كريستالين، مش عارف اتعامل معاها في مواد، حاجه زي كسر كده طوب او كسر زلط مش عارف اتعامل معاه، فانا عايزها كريستالية على بعض سهله اتعامل معاها. يعني الكسر ده ازاي ان انا اتعامل معاه في صوره شبايه، لازم اسيحه، فهبدا اخد الكسر ده كله واسيحه تماما واطلعه في قالب جديد، القالب ده هو الانجوت او شكل القلم الرصاص او شكل الصاروخ ده. طبعا عند فرن تاني في درجة حرارة تانية بتوصل 1400 درجة مئوية، بدأ يسيح اهو زي ما احنا شفنا الحتت اللي هي كانت الكسر. اتهيألي كان في صورة هنا من شوية بتتكلم عن الكسر ده اهو، اللي هو الكسر اللي قدامنا في النص ده مش هينفع اشتغل بيه واصنع منه تشيبات، فسيحته كله. وبعد ما سيحته بدأت ايه ألمه تاني في شكل اللي انتوا شايفينه ده، الشكل ده هو الانجوت دي اللي هو ستيزو شارلسكي بروسيس اللي بتعمل الكلام ده. بعد كده خلاص بقى طلع عمود اهو قدام الراجل اللي واقف قدامنا، زي ما بنشوف عمود طويل اهو قدامه، هو ده الانجوت. هنا بقى يقدر يدخل على عملية ايه تسييح بقى، مش خلاص هو سيح وجمعهم في شكل الانجوت، يبتدي يعمل سلايسنج بقى، الانجوت سلايسنج اللي هو يبتدي يقطع الايه الويفر بتاعي بتاع الانجوت زي ما احنا شايفين. فيبتدي ياخد القضيب ده اللي طلع اللي هو رود كبير، يبتدي يقطعه سلايسز، السلايس بتاعتي السيكنس بتاعها صغير جدا، بنتكلم في 200 سوري الديامتر بتاعي من 200 ل 300 مللي، اللي هي قلنا مثلا لا تتعدى 30 سنتي. الديامتر بتاعي بيبقى حاجه ممكن رقيقه جدا، احيانا بتوصل للمايكرون. طبعا دي شكل التقطيع زي ما انتم شايفين، الحاجه اللي هو زي الصاروخ اللي بيقطع يعني. وفي فيديو شارح عملية التقطيع وازاي الاسطوانة بتطلع ويشيلها بايده كده ويمشي بيها. وبعد ما يبتدي يقطعها شرايح زي ما انتوا شفتوا كده في الجنب، الشرايح اهي اللي اتقطعت، هيبتدي بقى يبتدي يعمل عملية تحسين من السطح عشان يطلع مفيش ديفكتس عليها. ده اللي هنشوفه في الجزء التاني من محاضرتنا بعد شوية. نستكمل في الجزء الثاني من المحاضرة الثانية الفابريكيشن بروسيس بتاعت الاي سي، وكنا وصلنا في نهاية الجزء الاول من المحاضرة ازاي ان احنا نحصل على سيليكون ويفر بيور 99.9% بعد ما حسنا السيليكون اللي كان طالع في بولي كريستالين خليناه وان كريستالين فورم،
عملنا عملية ميلتينج أو تسريح للكريستالز دي بحيث إن هي بقت وان كريستال اللي هو الإنجوت فورم، وبدأنا نعمل سلايسنج أو نقطع الرود ده أو الحاجة اللي أشبه القلم الرصاص دي. وبعد كده بدأنا نعالج السطح من الديفكتس بقى معايا ويفرز أو سلايسز موجودة، ونبدأ بقى مرحلة التصنيع. أول حاجة هتيجي بعد، أنا دلوقتي معايا سلايسز، السلايسز دي عبارة عن سيليكون نسبة النقاء بتاعتها 99.9%. أستفيد إيه بشرايح سيليكون في شكل أسطواني من 20 ل 30 سنتي الدايمتر بتاعها؟ إيه فايدة أو إيه وجه الاستفادة بالنسبة لي؟ طب ما أنا عارف إن السيليكون البيور أو الانترنسيك سيمي كوندكتورز بالنسبة لي أنا مش هقدر أستفيد بيه بنسبة 100%، لكن لما يتحول إلى شكل زي ما بنقول كده امبيورتيز، يبقى فيه شوية اكسترنسيك سيمي كونتاكتور، او دخلت بقى في حتة ان بقى معايا شوائب دخلت في المادة، فبدأ يظهر فيه بقى ان وبي تايب، وبدأت تظهر ديفايسز زي الدايودز زي الترانزستورز. هي هنا ساعتها نقدر نقول ان في فايدة للسيليكون ده، لكن البيور سيليكون كده اللي هو الانترنسيك سيمي كونتاكتور انا مش لاقي له استخدام مباشر في الالكترونيك ديفايس. فبالتالي نبدأ بقى مرحلة ان انا ابتدي اعمل الديفيوجن او ادخل شوائب عشان ابتدي احول المادة من بيور سيمي كوندكتور للشكل اللي اقدر استخدمه بيه. ده هيتم ازاي؟ هيتم اول مرحلة ان انا بغطي السلايسز اللي انا قطعتها دي بطبقة اوكسيد، اللي هي بنعمل اول مرحلة اسمها اوكسيديشن، اللي هي اغطي اعمل جروينج او اللي هو بنقول عليها الابيتاكسيال جروث، اللي انا بعمل جروينج ان انا احط طبقه فوق السيليكون عباره عن اكسيد سيليكون، بقى الشكل الجديد للسلايس اسمها اس اي او 2 او اكسيد سيليكون فوق الويفر. اقدر بعد كده ان انا اعمل بخطوات صغيره ابتدي ان انا اعمل الديفيوجن، ان انا ازرع الامبيورتيز جوه الايه البيور سيليكون دي. طيب ده هيتم ازاي؟ هيتم طبعا الديفيوجن، عملية الديفيوجن بتتم عن طريق الحقن او عن طريق غاز يدخل جوه المادة يحمل الامبيورتيز فيتوزع جوه المادة، او يدخل عن طريق الحقن بالضوء بقى او بالكترون جان معين او بحاجة معينة تزرع الامبيورتيز في اماكن محددة. طيب العملية التانية اللي ممكن تعمل توزيع الامبيورتيز او بنقول عليها الدوبنس دي هي الايون امبلنتيشن. الايون امبلنتيشن هي نفس فكرة الديفيوجن، هي ان انا بعمل بيم انرجي يخترق الايه السلايسنج بتاعتي او الويفرز وحاملا فيها الامبيورتيز عشان تستقر جوه السلايسز دي. طيب هتقابلني بعد كده خطوة اسمها الفوتولايتوجرافي. الفوتولايتوجرافي هي عملية البرينتينج للسيركت، ان هنا الدايرة اللي انا عايز اعملها اللي هي السيركت بقى الاصلية اللي هي هتترجم لتشيب، فالسيركت دي تتطبع ازاي على السلايس. فهي دي عملية الفوتولايتوجرافي، ان انا بعمل حاجة زي ماسك، الماسك ده ادخل فوق منه الالترا فايروت الضوء بتاعي، وهو بقى الضوء اللي نازل ده هيستقر في الاماكن اللي هي هتبقى عبارة عن رسمة السيركت. تيجي بعد كده حاجه اسمها الابيتاكسي او الابيتاكسي الجروس اللي احنا قلنا عليها، اللي هو ان انا بعمل يعني زي ما نقول ايه الدوبت لاير بتاعتي بتاعه السيليكون، وابتدي بعد كده اعمل الميتاليزيشن ان انا اوصل الكونكشنز ما بين الديفايسز وبعضها اللي اترسمت بالالترا فايلوت على السلايسز دي. وبعد كده ببتدي اتشينج بقى واشيل الاجزاء اللي ما فيهاش كونكشنز، واخيرا بعمل التستنج والباكجينج. طيب الاوكسيديشن زي ما شفنا برضو لازم هتتم عن طريق افران معينه، ان انا اغطي تماما السلايس بتاعتي باوكسيد السيليكون دايوكسيد بدل من بيور سيليكون. الاوكسيد هيبريفنت الدوبنت من انه يوصل للاندرلاين سيليكون ويفر، فانا هحط على طبقه الاوكسيد دي بقى ايه الامبيورتيز في اماكن معينه زي ما هنحدد فيما بعد. طبعا زي ما قلنا هنستخدم الترا فايلوت، هنستخدم طبقه ماسك اللي هي الفوتو ريزيست عشان خاطر يعني يعدي الضوء في اماكن معينه ويدخل الدوبنتس في اماكن معينه.
الديفيوجن والايون امبلنتيشن هم دول الوسيلتين اللي انا بزرع بيهم الدوبنس او الامبيورتيز داخل الايه الماتيريال بتاعتي. فاحنا بنقول ان انا عندي الديفيوجن، ودي اشهر طريقه بنقول عليها. بنبدا الاول ب حاجه زي غاز، الغاز ده هيحمل الدوبنس بتاعتي، وعند درجة حرارة معينة بيدخل الغاز ده داخل المادة، فبتستقر الدوبنس داخل المادة. طبعا درجة الحرارة دي توصل أحيانا ل 1000. إيه الدوبنس أو إيه الإمبيورتيز اللي بتستقر داخل السيليكون أو اللي أنا بزرعها في السيليكون؟ غالبا بتكون البورون والفوسفور، اللي هي المواد الثلاثية والخماسية التكافؤ، اللي هي تحول المادة لشكل الـ N وشكل الـ A الـ P تايب. أما الأيون إمبلنتيشن وهو ده الأشهر استخداما، هو عن طريق ان انا بضرب الماده بتاعتي او السلايس بتاعتي بانرجي عاليه جدا توصل ل 20 كيلو فولت، حاجه اشبه كده بالبيم اللي كان بيطلع في الكاثود ري تيوب في التلفزيون عشان يخبط في الشاشه ويرسم شكل الصوره على الشاشه. هي نفس الفكره، ان انا بعمل حاجه زي الكترون جان كده بتحمل الدوبنس وبتخبط بانرجي عاليه جدا جوه السلايس في اماكن انا بحددها. ودي كده ادق على فكره، لانها بتستقر في الاماكن اللي انا عايزها بشكل اكثر احترافية. وده بيبقى شكل الديفايس اللي هو بيدخل فيه الدوبنس لحد ما تستقر جوه السلايس بتاعتي. ده طبعا الديفايس على الطبيعة شكله عامل ازاي، حاجة كده اشبه بأنبوبة ضخمة هي اللي بيدخل فيها الدوبنس، وبيحصل انرجي عالية جدا تدفع الدوبنس دي داخل المادة. ما بتخترقش المادة على فكرة او السلايس، هي بتستقر جواه لانها بتبقى معمولة بحسابات وسرعة محددة. الفوتولايثوجرافي بقى هي فكرة انك انت ازاي تلقط صورة للسيركت المرسومة عندك تطبع على السلايس بقى. فكأن عندي فكرة فيلم وكاميرا، فالفوتو ريزيست اللي انا هستخدمه ده الفيلم اللي انت بتصور بيه، الماسك او الاستبر ده الكاميرا اللي بتصور. طيب انا المفروض بعمل ايه بقى؟ انا الفكرة كلها ان انا هسقط من الترا فايولوت ضوء، الضوء ده طبعا بيبقى تحت منه حاجه زي ماسك او كده فوتو ريزيست، حاجه كده زي السفنجه تعزل اماكن معينه ما ترسمش فيها. يعني انا عايز ارسم سيركت، فهو هيرسم ازاي؟ اتجاه الرسم، يعني هو مثلا بدل ما بيرسم او بيحرق ضوء معين على السلايس كلها، فانا بغطي الحتت اللي مش عايز الضوء يجي فيها او يرسم عليها. فهنا دي وظيفة الفوتو ريزيست، ودي تكون نيجاتيف أحيانا وأحيانا بتبقى بوزيتيف فوتو ريزيست، وفي الغالب بتبقى نيجاتيف ريزيست. يعني هل الضوء أنت عايزه الضوء اللي ساقط ده ما يطلعش تحت على السلايس، ولا عايز الضوء اللي ساقط ده هو اللي يظهر تحت وفيما عدا ذلك ما يظهرش؟ يعني الماسك ممكن يكون نوع من اتنين، نوع يعزل الضوء اللي ساقط من فوق. أنا دلوقتي بسقط ضوء بحجم السلايس كلها اللي هي المدوره او السي دي كله يعني. ففي نوعين من الماسك، في ماسك كده كده بنفس مساحه الدايره والضوء فوق منه، في ماسك طول ما هو موجود بيحجب الضوء فوق الحتت اللي فيها الماسك، وفي ماسك تاني لا ده بيعدي الضوء فوق منه والحتت الباقيه ما بيعديش منها. يعني هتلاقي الماسك عباره عن دوائر او مربعات، المربعات دي مثلا واخده شكل اسود جوه الدايره. لما الضوء بيسقط من فوق في الاجزاء اللي هي المربعات السوداء دي، في بعض الماسكات تعدي الضوء اللي فوق الاسود، وفي بعض الماسكات ما تعديش الضوء اللي فوق الاسود، حسب انت عايز ترسم ايه ما ترسمش ايه. ده اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف ريزيست بتاعتي. فالفوتو ريزيست هي اللي ايه، اللي هي تعدي او ما تعديش الضوء الالترا فايلوت. والالترا فايلوت ده هو ايه؟ هو التراكس اللي بتترسم اللي بتعبر عن الدايرو ترانزستور، اللي هي الانترنال كونكشن بتاعت الايه التشيب بتاعتي. خلصت انا الفوتو لايثوجرافي ورسمت السيركت كلها، طبعا في الفيديو متوضح فيه اللي هو المرفق من مصنع انتل، متوضح فيه العملية دي بتتم ازاي. فهنلاقي انك انت مجرد ما عرضت الويفر للضوء وحجبت اجزاء معينه والباقي خلاص اترسم كده، انت عملت الديفايسز الترانزستورز الدايودز الحاجات دي، عملت كل الرسمات بتاعتك على
طبعا ما بترسمش كسيمبلز، لا طبعا بترسم ايه كديفيوجن واين امبلنتيشن، يعني ايه ان الويفر دي بقت تكافئ الايه الدايود بي والان جانكشن، بقى يكافئوا بسكنس معين من السيليكون والسيليكون دايوكسيد بتاعي. خلصت العمليه دي ببتدي اعمل اتشنج، ببتدي بقى اشيل واقطع الاجزاء اللي ما سقطش عليها الضوء وما كنتش عايز الضوء يظهر فيها، ببتدي اشيلها بقى واحذف، وابتدي اعمل بعد كده ريموف لطبقه الفوتو ريزيست، بقى خلاص دورها انتهى واتحطت عشان تحجب جزء من الضوء اللي ساقط، الضوء نزل ورسم، ابتدي اشيل طبقه الفوتو ريزيست، بقى خلاص دورها كده ايه انتهى خلاص اهو زي ما احنا شايفين كده، ادي السيليكون تحت، فوق منه طبقه الاوكسايد اللي حطيتها، فوق منه طبقه الريزيست بعرض الايه السلايس بتاعتي كلها. بعد كده بدأت اسقط الترا فايلوت وحطيت ماسك، الماسك اللي بالاسود ده هي الحته اللي انا مش عايز الضوء يرسم تحتها، فخلاص رسم اهو او عمل كل الجزء، واتبقى الحته دي، الحته دي الوحيده اللي هي ايه زي ما احنا شايفين، الحته دي الوحيده اللي ما سقطش عليها الضوء او اتحجب منها الضوء. ببتدي اعمل بقى ايه ان انا اشيل الفوتو ريزيست واشيل الجزء اللي باقي ده كله، فيتبقى لي الجزء العكسي هو ده اللي اتبقى بعد ما شلت الفوتو ريزيست وعملت الايتشنج، هو ده اللي اتبقى الحته اللي ما سقطش عليها الضوء، وده الجزء الايه الباقي اللي سقط عليه الضوء وفيه السيركت ايه كلها بتاعتي. طبعا ده المعمل بتاع الفوتو لايتوجرافي، طبعا في حاجات احدث من كده بكتير يعني، ده دي الايه الحاجات اللي كانت متاحه في معمل فاب 32 بتاع انتل يعني. خلاص نيجي بعد كده للمرحلة التالية وهي مرحلة الإبيتاكسيال جروس، ودي إنك أنت بتعمل سنجل كريستال على السبستريت عشان تحط الـ N والـ N بلس سيليكون، تعمل ديبوزيشن للـ N فوق بقى إيه الماتيريال أو الـ A أو الـ N بلس زي ما أنت عايز. ودي بتعمل برضو ايزوليشن ما بين الترانزستور ببعضها، يعني مرحله الابيتاكسيال جروس دي بنستخدمها عشان بقى ايه نعزل الكومبوننتس بينها وبين بعضها. ودي بتتم عن طريق برضو عمليات هيتينج واضافه هيدروجين و تمهيد لمرحله الميتاليزيشن، هتنزل بقى بالالومنيوم عشان يبتدي كونكت الايه الكونكشنز مع بعضها. طبعا هنا بتخش عملية سوفت وير وكمبيوتر ايد ديزاين الكات ديزاين عشان خاطر يبتدي يوصل الكونكشنز وبعضها اللي انت المفروض رسمتها اوريدي. بعد الميتاليزيشن بتبتدي بقى ايه نشوف شكل الويفر بقت عامله ازاي. الويفر اللي انت رسمتها دي ما هياش سيركت واحده على فكره، دي الاف السيركتس اللي هي بتعبر عن الاف التشيبس، يعني السلايس الواحده ممكن يطلع منها مثلا ولا 200 300 شبايه اصلا، فكل تشيب فيها سيركتس دقيقة جدا، لما تعمل زوم انت تلاقي بقى السيركتس مرسومة ايه كلايرز كده جوه جزء من السلايس دي. تيجي بقى المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة السلايسنج وسؤال تيستنج، وهي ان انا بتست على كل حتة في السلايس بتاعتي وببتدي اشوف السوفت وير بتاعي هيقول لي ايه في اداء كل تشيباي، يعني ممكن تلاقي في جزء من السلايس فيه عطل معين، فيبقى معنى كده ان الجزء ده مش هيتقطع معايا لما نيجي بقى ايه نفصل التشيبات عن بعض، ومش عايز ده، يبقى ده كده هيرجع تاني يعني مش هيتصلح، هيترمي يعني. بعد كده نعمل باكج بقى اللي هو تغطية التشيباية من فوق، ونقدر نختصر البروسيس بتاعتي في الشكل الآتي، انك بعد ما بتحصل على السيليكون النقي بتبتدي تعمل اوكسيديشن الاول، بعد الاوكسيديشن طبقه الاوكسيد اللي هو الاس اي او 2 تبتدي تحط الفوتو ريزيست، بعد الفوتو ريزيست بتحط ماسك اللي هو بالاسود ده، ومن فوق بقى تنزل الالترا فايلوت بتاع اللايت، ينزل يرسم في الاجزاء معينه ما عدا الجزء اللي تحت منه الماسك اللي ايه اللي بالاسود، بتبتدي بعد كده تعمل ايتشنج وتشيل الاجزاء اللي ما حصلش فيها الايه الرسم مثلا، ويتبقى لك الايه الفوتو ريزيست والسيليكون دايوكسيد والحاجه، تبتدي تشيل الفوتو ريزيست وتشيل الايه السيليكون دايوكسيد، فتحصل على رسمه فيها سبستريت ماتيريال وفوق منها ال ان او البي او الحاجه اللي اترسمت دايود ترانزستور وات ايفر ايا كان او مجموعه من التشيبس،
وتبتدي بعد كده تحصل عملية التقطيع. خلي بالك الويفر الواحدة قلنا ممكن تحتوي على مئات التشيبات، فبالتالي الانجوت ممكن يحتوي على مئات الالاف من التشيبات، يعني عملية التشغيل الواحدة ممكن ينتج منها في الاخر مئات الالاف من التشيبات بتاعتي. بكده نكون ألقينا نظرة عامة على فكرة تصنيع الانتجريتد سيركتس، سواء كانت انالوج او ديجيتال انتجريتد سيركتس.